الإنسان النرجسي هو اللي كيحس براسو حسن من الآخرين وكيشوف راسو فوق من كل شيء. في القصة ديال اليوم بسبب النرجسية وحب التملك واحد الشخص دار كارثة كبيرة بزاف، وماشي غير هاد الشيء، ناضو بكل جرأة كتب كتاب كيعود فيه بالضبط وبالتفصيل داكشي اللي دار. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز. الناس الجداد اللي اول مرة كيجيو لهاد القناة، الا كنتم من عشاق القصص الواقعية فهاد القناة دارت ليكم. كنحط 3 ديال القصص في السيمانة كل اثنين وخميس والسبت. الا كان هادشي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبطبيعة الحال ما تنساو لي زي الاعجاب. ودابا الا كنتم مستعدين يلا نبداو. القصة ديال اليوم غادي تدينا لبولند وبالضبط للجهة الشرقية. تما كان واحد الواد كبير كيقولوا ليه أودر. صباح بكري ديال واحد النهار في ديسمبر عام 2000، 3 ديال الصيادة مشاو لذاك الواد باش يصيدوا الحوت، وهما تما مجمعين وكيستمتعوا بوقتهم والجو ساكت. فجأة واحد فيهم غوت بالجهد وقال لهم لصحابو شوفوا لهيه، شوفوا شي حاجة كتطفو فوق الماء. صحابو بقاو كيشوفوا وفعلا بانت لهم شي حاجة كتطفو فوق الماء، ولكن قالوا ليه مالك تخلعتي، هذاك راه غير جدع ديال الشجرة. قال ليهم لا، هذاك ماشي جدع، هذيك شي حاجة اخرى، خلينا نقربوا لذاك الشيء ونشوفوا بعينينا شنو هو. بداو كيقربوا شوية بشوية حتى وصلوا لحداه. داك الشيء اللي كان كيطفو فوق الماء ماشي جدع ديال الشجرة، وانما جثة ديال انسان وبالتحديد ديال راجل. فجاو البوليس وجبدوا داك الجثة من الواد، مباشرة بانت ليهم انها حالتها واكلة العصا مزيان، وداك الشخص تعذب مزيان قبل ما يتقتل. داك الشخص كان عريان، كان لابس غير الملابس الداخلية، هذا الشيء خلى البوليس يشوفوا الجروح الكتيرة اللي كانت في الداس ديالو. يديه كانوا مربوطين من موراه، ونفس الحبل اللي كان رابط ليه يديه كان رابط ليه حتى عنقه، يعني داك الشخص اللي ربطوه بديك الطريقة باش الا حاول يفك يديه يزير على عنقه في نفس الوقت. ومن غير هاد الشيء فاش هزوا الجثة وداوها للتشريح لقاو ان داك السيد مصارنو ما فيهمش كاع الماكلة، يعني ان داك الشخص بقى بالجوع مدة طويلة قبل ما يتقتل. وعاد من الفوق لقاو عنده الماء في الرية ديالو، هاد الشيء كيعني انه فاش تلاح في الواد كان باقي حي، وحيت يديه كانوا مربوطين مع عنقه فما قدرش يفك راسو ومات غرقان تما. انتشر الخبر ديال هاد الجثة في بولندا كاملة والناس كاملين تصدموا، كيفاش بنادم يقدر يقتل بنادم واحد اخر بوحشية بحال هادي؟ واهم سؤال شنو هو السبب؟ بداو المحققين تحقيقات ديالهم، كلشي خدام على هاد القضية وكلشي باغي يشد المجرم، حيت شكون ما كان هاد المجرم فهو وحش، ما خاصوش يبقى مطلق بين الناس. ولكن قبل خاصهم بعدا يعرفوا الهوية ديال الضحية، شكون هو وفين كيسكن. داز يومين من مور ما لقاو هاد الجثة، واحد المحقق كان هاز دوسي ديال واحد الشخص اختفى هادي 4 ديال السيمانات، كان كيقلب فيه باش يخدم على القضية ديالو. وهو كيشوف تصاوره حس بحال الا شايفو فشي بلاصة من قبل، عينيه كانوا زورق متميزين وشعره كان طويل. المحقق جلس كيفكر فين شافو، وشوية هو يتفكر ناض كيجري من بلاصتو ومشى نيشان الفريقو ديال الموتى اللي فيه الجثة ديال داك الشخص اللي لقاو في الواد. وفاش جبدوه ليه بدا كيقارن ما بين داك الشخص اللي كان في التصويرة وما بين الجثة، ولقى انهم منطابقين، يعني نفس الشخص. داك السيد كان سميتو داريس ياناشيبسكي وفي عمرو 35 عام، كان رجل اعمال ناجح وكان كيسكن في واحد المدينه جايه حدا الحدود ديال تشيك. 4 ديال السيمانات قبل ما يلقاو الجثه ديالو في الواد، وفي 13 نوفمبر كان اختفى فجاه. اخر بلاصه كان فيها هي الشركه ديالو، وكان خرج باش يمشي يتلاقى مع شي كليان ومن تما ما عاود بان. عائلته ما خلاو حتى شي بلاصه ما قلبوا فيها عليه، ولكن ما لقاوش. وديك الساعه عاد مشاو عند البوليس باش هما يديروا هاد المهمه، وفعلا بداو كيقلبوا عليه، ولكن حتى هما ما لقاوهش. حتى داز 4 ديال السيمانات ودوك 3 ديال الصياده لقاو الجثه ديالو في الواد. المحققين دابا خاصهم يعرفوا شكون اللي دار ليه هذا الشيء، شكون اللي كيكرهو لهاد الدرجه باش يعذبوه مزيان عاد يقتلو. بداو كيستجوبوا العائله ديالو، صحابو، الموظفين اللي عنده في الشركه، وزعما كاين شي واحد اللي هز في خاطرو من جهته، ولكن وتقول بالعكس كان عزيز عليهم بزاف وكانوا كيحترموه. داريس كان ظريف مع كل شيء، مع عائلته، مع صحابو، وحتى مع الموظفين اللي عنده في الشركة، كانوا كيحسوا به بحال الا واحد منهم، ماشي هو الباترون ديالهم. من بعد بداو كيقلبوا في حياته الشخصية، ياك ما زعما يكون مخبي شي حاجة على الناس وديك الحاجة هي اللي عندها علاقة بهذا الشخص اللي قتلو بحال هكا. وحتى هنا خرجوا بيديهم خاويين، داريس ما كان مخبي حتى شي حاجة، كان مزوج وعنده وليد وكان عايش
عادي، ما كانوش عنده كريديات، ما عندوش اعداء، وما كانوش عنده سوابق اجراميه. فهاد النوع ديال الجرائم، وكيف ما سبق ليا قلت لكم في القصص اللي فاتوا، اول واحد كيشكو فيه هو اقرب شخص للضحيه، وفي هذه الحاله كانت هي مراته. حنا كاملين عارفين شحال كثار واحد النوع ديال الجرائم، واللي هو فاش المراه كتبغي تفارق مع راجلها ولكن ما كتسخاش برزقه، فكتنوض كتقتلو باش كيبقى ليها كل شيء. فصافي البوليس شكو حتى في هذه الحاله ان مرته هي اللي تكون قتلاته باش تاخذ ليه كل شيء، خصوصا ان الام ديالو في الاستجواب قالت انه مؤخرا هو ومرته دابزو شي مدابزه كبيره بزاف، وما كانتش عارفه واش تصالحوا من مور ديك المدابزه او لا لا. وبطبيعه الحال عيطوا على مرته للاستجواب وبحثوا مزيان في الخلفيه ديالها، ولكن ما وصلوا لحتى شي نتيجه. السيده كتبان بريئه وما يمكنش تكون هي اللي دارت داك الشيء، حيت اولا داك الطريقه باش تعذب ديريس قبل ما يموت ما يمكنش تكون مراه هي اللي دارتها له، وثانيا الا كانت فعلا بغات تقتلو باش تاخذ الاملاك ديالو علاش غادي تعذبو قبل. البوليس هنا وصلوا لطريق مسدود وما عرفوش منين غيبداو لهاد القضيه وكيفاش يديروا باش يحلوا اللغز ديالها. 6 شهور كامله هما كيصيفطوا الغواصين للواد ولديك الجهه باش يقلبوا مزيان، ياك ما طيحت تما شي حاجه، ياك ما المجرم خلى شي حاجه من موراه، ولكن والو. وصافي القضيه بدات كتبرد وحطوها في الارشيف مع القضايا الاخرين اللي ما قدروش يحلوهم، وشكون ما دار هاد الجريمه البشعه سلك منها بلا ما يتعاقب. داز 3 سنين، وفي 2003 الشرطة ديال بولاند مرة كانوا كيجبدوا الدوسيات القدام ديال شي قضايا اللي ما قدروش يحلوهم وكيعاودوا يطلعوا عليهم، ما كيعاودوش يفتحوا تحقيق من جديد ويقلبوا في القضية، لا كيعاودوا يشوفوا غير الدلائل وكيشوفوا التفاصيل ديال الجريمة، يكمل الفريق الأصلي اللي كان مكلف بديك الجريمة يكون زعما نسى شي حاجة، وإلا فعلا لقاو أن القضية فيها شي مشكل أو لا الفريق الأصلي ما ردوش البال لشي حاجة اللي غادي تحل ديك القضية، ديك عاد كيعاودوا يفتحوا التحقيق من جديد. في ذاك العام واللي هو 2003 القضيه ديال المقتل ديال ديريس جات في اليدين ديال واحد المحقق سميتو ياتزي روبيلفيسكي. هذا المحقق عزيز عليه يحل القضايا القديمه اللي كلشي وحل فيها، كيديرها بحال تحدي وما كيتهنى حتى كيلقى المجرم. في الخدمه ديالو اولا في التحقيقات اللي كيدير كيركز اكثر على الطريقه اللي كيفكر بها المجرم من خلال الطريقه باش دار الجريمه، يعني كيهتم اكثر بالعقليه ديال المجرم كيفاش دايره، واخا كان خدام في نفس الوقت كان كيقرا علم النفس في الجامعه. المهم روبيلفيسكي وبحال بزاف ديال الناس سمع بالقضيه ديال ديرس، ولكن ما كانش عارف التفاصيل ديالها بالضبط كيفاش دايرين. بالحق دابا في يديه الدوسي كله بكاع التفاصيل ديال الجريمه، بدا كيشوف داك الشيء مزيان وكان كيحلل كل حاجه بوحدها، واكثر حاجه ركز فيها هي شنو طرا في النهار اللي اختفى فيه ديريس. الام ديال الضحيه كانت خدامه في الشركه ديال ولدها، ونسيت ما قلت لكمش ان ديك الشركه كانت ديال الاعلانات، كانوا كيصايبوا وكيطبعوا دوك الاعلانات الكبار اللي كيكونوا في لي بانو اولا لاصقين مع العمارات. حتى لواحد شويه سونا الفيكس، وحيت ما كانش ولدها فهي اللي جاوبات. السيد اللي سونا غي جاوباتو قال ليها بغيت نصاوب عندكم ثلاثه ديال الاعلانات كبار. ماما ديريس بغات تزيد تاخذ من عنده معلومات باش فاش يجي ولدها تقول ليه داكشي اللي كاين، ولكن داك السيد ما بغى يقول ليها والو، قال ليها انا ما غادي نهضر مع حتى شي واحد في هذا الموضوع ديال البروجي ديالي حتى يجي مول الشيء وهو اللي غنقول ليه كل شيء. قالت ليه صافي دابا راه ما كاينش، ولكن فاش غادي يجي عاود صوني عليه. قال ليها واخا وصافي قطع التليفون. في ديك العشيه فاش جا ولدها قالت لي على هاد السيد اللي صونا، قال ليها راه صون عليا في التليفون بورطابل ديالي ودابا راه غادي نمشي نتلاقى معاه وجه لوجه باش يزيد يقول ليا شنو بالضبط باغي في هذا البروجي. بطبيعه الحال الام مادت ما جابت، قالت هذا غادي يكون غير شي كليان وصافي. وفاش اختفى ديريس ومن بعد 4 ديال السيمانات لقاو الجثه ديالو مليوحه في الواد، عاودت هذا الشيء للبوليس وشكوا ياك ما هذا الشخص اللي مشى يتلاقى معاه هو النيت اللي قتلو ودار ليه هذا الشيء، ولكن واخا هكاك ما عندهمش كاع كيفاش يديروا يعرفوا شكون هو. المهم المحقق روبيلفيسكي فاش شاف هذا الشيء بدا كيشك وبغى يعرف شكون صنع ليه، وما باغيش يهضر في الخدمه مع امو، باغي يهضر غير معاه هو. مشى طلب من الشرطه اللي مكلفين بهذا الشيء باش يجبدوا ليه شكون اللي صون على ديريس في داك النهار. هذه ماشي شي حاجه سهله اللي دار في نهار واحد، خاصهم يتواصلوا مع الشركه ديال الاتصالات وخاص الروينه. على داك الشيء خدات منهم ايام طوال عاد قدروا يعرفوا شنو كاين. بالحق ما لقاوش كل عيد داك النهار، حيت المكالمات بجوج، سواء هذيك اللي هضر مع ماما ديريس سواء اللي هضر مع ديريس نيت في التليفون بورطابل ديالو، بجوج بهم خرجوا من هاتف عمومي. والغريب في الامر ان داك الهاتف العمومي جاي قبل الشركه ديال ديريس، يعني السيد كان حدا الشركه ديالو، كان في استطاعته يدخل عنده لداخل ويقلب عليه ويهضر معاه وجه لوجه ويقول ليه على كاع داك المشروع اولا داك الشيء اللي باغي يدير، ولكن هو فضل يهضر من هاتف عمومي.
عمومي، علاش زعما؟ من بعد بدا كيفكر المحقق شنو هو السبب، علاش قتلو؟ قال في الاول ياكما بسبب السرقه، ياكما هذا شي انسان سادي شدو باش يسرقو وفي نفس الوقت يستمتع بالتعذيب ديالو. في التفاصيل اللي كاينين في الدوسي ديال القضيه ديال داريس، لقى ان مراته تما في الاستجواب قالت ان راجلها ديما كيهز معاه جوج ديال لي كارت بونكير ديالو. فاش مشى المحقق باش يشوف واش على طول هاد 3 سنين من مور ما تقتل السيد تستخدمو دوك لي كارت ديالو، اولا شي حد تيرا بهم الفلوس من شي كيشي، ولكن ما لقى والو. لي كارت ما عمر شي وحده فيهم تستخدمات. هنا المحقق عرف ان هاد القضيه ماشي قضيه ديال السرقه، وانما شي حسيفه وشي حساب كبير. هذا كيف ما قلت لكم قبيله، داريس ما كانوش عنده اعداء وما كانوش عنده ناس في حياته اللي ما كيحملوش حيت كان ظريف، فعلى داكشي كان صعيب حتى على هذا المحقق انه يعرف شكون اللي دار ليه هذا الشيء، وحتى هو وصل لطريق مسدود وما عرفش فين غادي يزيد. بالحق ما استسلمش بحال المحققين الاولين، هذا صافي قرر انه غادي يحل القضيه وما غادي يتهنى حتى يحلها. الدوسي ديال داريس شافو وعاود شافو العشرات ديال المرات، وفي كل مره كيشوفو كيحس بحال الا فيه شي حاجه ناقصه، شي حاجه خاص يردوا ليها البال وهما ما ردوهش ليها. من بعد ايام ديال التفكير في الاخر لقى شنو هي هذه الحاجه الناقصه، واللي كانت حاجه مهمه بزاف وحتى شي واحد ما رد ليها البال، وهذه الحاجه كانت هي التليفون ديال داريس. فاش خرج داريس باش يمشي يتلاقى مع داك الكليان اللي ما عرفت شكون هو، كان دا مع التليفون ديالو، ولكن من بعد ما اختفى اختفى مع داك التليفون، ما لقاوه لا في المكتب ديالو لا في دارو لا في الطوموبيل ديالو، وحتى في مسرح الجريمه يعني من مور ما لقاوه ميت في داك الواد حتى تما ما لقاوش التليفون ديالو. كل لقاو التليفون ديالو كون قدروا يعرفوا في اينا بلاصه كان داك التليفون، وهكا غادي يعرفوا البلاصه اللي طرا لدارس هاد الشيء كامل فيها، وديك البلاصه تقدر كاع تعرفهم على المجرم. هاد الشيء فكروا فيه شي محققين اللي كانوا مكلفين بالقضيه، ولكن قالوا التليفون غالبا داه داك الواد اللي لقاو فيه الجثه وما عندهم كيديروا يلقاوه. المحقق روبيل فيسكي ما فكرش هكا، الا كان فعلا داه الواد خاصنا نقلبوا على شي طريقه واحده اخرى كي نديروا نعرفوا التليفون فين كان في دوك الايام اللي اختفى فيهم داريس. باش يدير هذه المهمه كانت شي حاجه اللي صعيبه بزاف، خاصو يلقى واحد السلسله ديال الارقام كتكون في التليفون وكتكون حتى في الكونترا اللي شرا به هذاك التليفون. داريس كانت معروفه عليه واحد الحاجه، ما كيلوحش الوراق ديالو كيف ما كانوا، حتى لي فاكتور اللي كيعطيوه فاش كيشري شي حاجه ما كيلوحهمش. المحقق قال يقدر تكون في دارو او لا في المكتب الكونترا اللي شرا بها التليفون. ناض المحقق هو وجوج من رجال الشرطه ومشاو للدار ديال داريس اللي كان كيسكن فيها، ودابا ساكنه فيها مراته وولده. مراته استقبلتهم وقالت لهم واش بغيتوا شي حاجه؟ قالوا ليها اه، بغينا لا فاكتور او لا الكونترا اللي راجلك شرا بها التليفون او لا اللي عطاوه فاش شرا التليفون هادي 3 سنين. قالت لهم اكيد الدار داركم، قلبوا فيها كيف ما بغيتوا. وحرفيا ما خلاو حتى ورقه تما ما شافوهاش، ولكن الكونترا اللي كيقلبوا عليها كاع ما لقاوها. ومن تما مشاو عاوتاني للمكتب ديالو، وحتى في المكتب ديالو قلبوا تما كل ورقه كاينه، وفي الاخر واخيرا لقاوها. لقاو الكونترا اللي عطاوه فاش شرا التليفون، كانت تما مكتوبه السميه والكنيه ديالو، النوع ديال التليفون، وحتى ديك السلسله ديال الارقام اللي كيقلبوا عليها. في البلاصه رجعوا للمركز وتواصلوا مع الشركه ديال الاتصالات وطلبوا منهم باش يديروا هذه المهمه، وبطبيعه الحال وافقوا. فاش بداو كيقلبوا وكيتراكيو التليفون ديال داريس فين كان في دوك الايام، لقاو شي حاجه واحده اخرى اللي غريبه بزاف. التليفون ديالو مازال خدام واخا داز 3 سنين على المقتل ديالو، شي واحد مازال مخدمو. المحقق قال لقيتها، السيد اللي خدام بالتليفون ديال داريس غيكون هو اللي قتلو. بداو كيقلبوا عليه وما داش بزاف دغيا لقاوه، وفاش جابوه للاستجواب لقاو انه غير شرا داك التليفون من شخص خور. مشاو عاوتاني قلبوا على داك الشخص اللي باع ليه التليفون ولقاوه، وحتى هو لقاو انه غير شراه من شي شخص خور وهي غادة. فهاد المدة ديال 3 سنين من بعد ما تقتل داريس، التليفون ديالو انتقل ما بين 4 ديال الاشخاص. البوليس بغاو يجبدوا الاصل ديال هاد السلسلة، شكون هو اول واحد باعو، وما داش بزاف حتى هو دغيا لقاوه. جابوه حتى هو الاستجواب وسولوه منين جبتي داك التليفون، قال لهم التليفون لقيتو كيتباع في واحد السيت ديال البيع والشراء سميتو اليغرو، عجبني وتفاهمت معاه مولاه وصافي شريتو. البوليس لقاو ان هاد الشيء وقع، يعني داك التليفون تشرا ولا تحط في داك السيت غير 4 ايام من مور ما تقتل داريس. المحقق غادي وكيقرب يحل القضيه،
وشكون ما كان داك الشخص اللي حط التليفون باش يتبع في داك السيد غيكون هو المجرم. مشاو قلبوا على السميه ديال داك البائع في السيد، لقاو كان داخل بالسميه ديال كريس بسبعه. زادوا كيقلبوا على معلومات اكثر على داك الشخص، وفي الداتا ديال داك السيد جبدوا كاع المعلومات ديالو، ولقاو ديك الساعه سميتو واللي كانت كريستيان بالا. المحقق بدا كيقلب في الخلفيه ديال هاد السيد واش عنده شي سوابق اجراميه. كريستيان كان في الثلاثينات من عمره، كان كاتب كيكتب الروايات، وكان كيسكن في واحد المدينه في بولندا سميتها هاينوف، كان مطلق وعنده وليد. هاد الانسان كان انسان عادي، ما عمر خرج على القانون وما عمر تشكى منه شي واحد. هنا المحققين بداو كيشكوا، قالوا يقدر يكون ماشي هو اللي قتل داك السيد، يقدر يكون غير لقى التليفون مليوح في شي بلاصه وهزو وداه باش يبيعو في داك السيد. واصلا شكون هاد المجرم المكلخ اللي يدير شي جريمه كبيره بحال هادي ويمشي بكل جراه يبيع التليفون في سيد ديال البيع والشراء، وعاد من الفوق يكتب تما معلومات عليه، سميتو وكنيتو الى اخره، راه ما يمكنش. المحقق روبيل فيسكي وحيت كان محقق ديال بصح ما عندوش ديك الفكره ديال يقدر يكون ماشي هو، لا خاصو يتاكد واش هو اللي دارها او لا. لا نورمالمون في هذه الحاله البوليس غادي يعيطوا على كريستيان للاستجواب وغادي يسولوه مباشره في لقيتي التليفون او لا منين جبتيه، ولكن المحقق روبيل فيسكي ما بغاش، قال لهم خلي نزيد نقلب مزيان في الخلفيه ديالو باش حتى الا كان هو فاش غنعيطوا ليه غادي نزمتوه وما يقدر لا يهرب ولا ينكر. المهم زاد كيقلف اشنو كيدير هاد السيد في الحياه وشنو النوع ديال الروايات اللي كيكتب، ولقى ان اخر روايه كتبها وسالها في 2003 كانت بعنوان اموك. روبيل فيسكي قرر يقرا ديك الروايه كامله باش يعرف الطريقه كيفاش كيفكر داك السيد وكيفاش كيكتب. داك الكتاب واخا تنشر كان غامض وما يمكن ليكش تلقاه في اي بلاصه كيتباع، خاصك تقلب عليه مزيان عاد وشوف تشوف، والا لقيتي عند شي محل ما كيكونش حاطو مع الكتب الاخرين حتى كتقول لي واش عندك، وعاد كيجبدوا لك مشي بلاصه بوحدو. المحقق روبيل فيسكي شراه وفاش قراه عرف علاش داك الكتاب ما يمكن ليكش تلقاه في اي بلاصه، وداكشي اللي قرا مكتوب في ديك الروايه كان بشع وما كيتقبلوش العقل. القصه كتهضر على شي شخص اللي حتى هو سميتو كريس، وهذا الشخص هربت عليه مرتو وخانته حيت كان انسان متملك ومسيطر، وحيت دارت هذا الشيء قرر يقتلها. وفي الروايه قال بالتفصيل وبالتدقيق الطريقه كيفاش عذبها وكيفاش صفاها ليها. المهم داك الشيء كان خايب بزاف، والطريقه باش كان كيكتب بحال الا داك الشيء عاشو، بحال الا دار داك الشيء اللي كيعاود عليه. المحقق فاش قرا الروايه لقى ان الطريقه اللي ماتت بها داك البنت في الرواية اللي تعذبت وتقتلت بها هي نفس الطريقة اللي مات بها داريس في الواقع، بحال مثلا الطريقة اللي ربط ليها يديها مع عنقها هي نفس الطريقة اللي كان مربوط بها داريس، وهذه غير وحدة من بزاف بزاف ديال الحوايج وحدين اخرين كانوا متشابهين. صافي المحقق قال يمكن هذا هو اللي دارها، ولكن عاوتاني فاش قلب على العلاقة ما بين كريستيان وبين داريس وشنو غيكون السبب اللي خلاه يدير في هذه الحالة، ما لقى والو. اصلا ما كتربطهم حتى شي علاقه وما عمر تعرفوا من قبل. هنا صافي المحقق قرر انه يعيط ليه للاستجواب باش يعرف منه شنو كاين وباش يسولو بزاف ديال الاسئله اللي كيدوروا ليه في راسه. فاش مشاو يقلبوا عليه باش يجيبوه للمركز الاستجواب لقاوه ما كاينش في بولند، وماشي يلا خوا البلاد، وانما خواها هذه 3 سنين وبالضبط جوج ديال السيمانات من مور ما تقتل داريس. واخا هادشي كله اللي وصلوا ليه البوليس مازال ما لقاوش شي دليل قاطع اللي كيثبت ان داك السيد يعني كريستيان هو 100% مول الفعله. هما ما كرهوش يعيطوا على عائلته ولا حتى الطليقه ديالو باش ياخذوا من عندهم المعلومات، ولكن خافوا يمشي هو يسيق الخبر على برا ديال بولند وما عمر ما يعاود يدخل البلاد، وهكا ما عمر ما غادي يقدروا يشدوه. بقات القضيه بحال هكاك ساكته، وكان عندهم حل واحد واللي هو يتسناو حتى يدخل على خاطرو عاد يشدوه. دازت شهور وما عمر ما بان حتى 5 سبتمبر عام 2005، يعني 5 سنين من مور ما طرات ديك الجريمه. في داك النهار وفي واحد من المطارات ديال بولاند الناس ديال سيكوريتي شافوا الباسبور ديال واحد المسافر، وفي البلاصه علموا البوليس وجاو شدوه. داك السيد كان كريستيان بالا، واخيرا رجع لبلادو، كان جاي غير باش يشوف امو ويعاود يمشي فين كان، ولكن شقموه صحاب الحال. في الاستجواب كان مهدان وكان كيجاوب على الاسئله ديالهم عادي، ما مخلوع ما والو، واي اجابه كان كيعطي كتكون بعيده كل بعد على الجريمه، يعني بحال الا كيخرج راسو كليا من هذا السوق. ولكن في واحد اللحظه المحقق روبيل فيسكي طرح عليه واحد السؤال اللي زعزع عنده شي حاجه لداخل، الايغو ديالو تزعزع. قلت لكم قبيله بلي المحقق روبيل فيسكي عزيز عليه بحث في الطريقه باش كيفكر المجرم من الطريقه باش دار الجريمه. فاش كان كيحل
ديال الدوسي ديال داريوس والطريقه باش مات، قال ان غالبا اللي دار هذا الشيء لهذا السيد انسان نرجسي لدرجه كبيره ومسيطر وعزيز عليه يكون هو فوق من كل شيء. على داك الشيء فكر انه يزعزع النرجسيه ديالو في الاستجواب، والسؤال اللي طرح على كريستيان كان هو واش عاونك شي واحد في هذه الجريمه اللي درتي. كريستيان سد عينيه وبقى ساكت واحد المده وشويه حلهم وابتسم وقال درت كل شيء بوحدي من الاول حتى الاخر، ما عاوني حتى شي واحد. من مور ما قال هذا الشيء المحققين اللي كانوا تما تصدموا، حيت هما كانوا كيتسناوه انه ينكر ويقول انا ما درت والو وما عاوني حد وما شفت حتى شي حاجه، ولكن هو اعترف بكل شيء. شويه فاش كريستيان قال هذا الشيء بحال الا طلعت معاه الندامه ولا حمر وبدا كيغوت بالجهد، وشويه بدا كيقطع في حوايجه وكيتخنق، والمحققين اللي كانوا تما في البلاصه عيطوا ليه على لومبيلونس باش يجيو يشوفوا مالو. من بعد 10 دقائق وصلت لومبيلونس وجمعهم حتى الطبيب ومباشره بدا كيفحص كريستيان. فاش سال الفحص ديالو قال لهم المحققين راه ما عنده والو غير كملوا معاه الاستجواب، وداكشي اللي داروا رجعوه للقاعه باش يكملوا معاه. فاش جلس في بلاصتو كان كيبان عاوتاني مهدن ومكالمي، وفي وجهه كانت واحد الابتسامه خفيفه وعينيه كيبانوا خاويين بحال الا ما فيهم حتى شي احساس. المحقق جاب ليه واحد الورقه مكتوب فيها الاعتراف ديالو باللي قتل داريوس وقال ليه ثني عليها، ولكن كريستيان ما بغاش وبدل عاوتاني هضرتو كامله، قال ليهم انا ما قتلتوش وما غادي نثني على حتى شي حاجه. هنا المحققين عرفوا انهم كيتعاملوا مع شخص ماشي غير نرجسي وانما مختل عقليا، والمشكل انه بلا الاعتراف ديالو مازال ما كاينش دليل قاطع اللي كيأكد انه هو اللي دار هذا الشيء. فداك النهار خلاوه يمشي بحاله، ولكن ممنوع يخرج من بولندا حتى يكمل التحقيق. المحقق روبيل فيسكي قال مادام ما بغاش يعترف ويقول لنا شنو كاين خليه ندخلوا ليه من شي طريق واحده اخرى، خليه نقلبوا على السبب اللي خلاه يدير هذا الشيء وهكا غادي نزمتوه. بداو كيستجوبوا عائلته وصحابه، ومن هاد الاستجوابات قدروا يعرفوا او لا يقربوا اكثر للشخصيه ديال كريستيان كي دايره. لقاو انه انسان ذكي بزاف، ولكن في نفس الوقت دار بزاف ديال الاعمال وحتى حاجه ما صدقات ليه، ولقاو انه كذاب وشحال من مره كيعاود لصحابه والناس ديال عائلته شي قصص وشي مغامرات دارهم زعما انا واعر انا في شكل. المحقق عيط حتى على الطريقه ديالو باش ياك ما يكون عندها شي معلومات اكثر من الناس ديال العائله واكثر من صحابه. في الاستجواب سولها شنو السبب اللي خلاك تطلبي الطلاق اولا تطلقي راسك من راجلك، قالت لهم حب التملك والسيطره لدرجه كبيره. قالت لهم عيت ما نصبر وفي الاخر صافي ما بقيتش قادره نصبر وقررت انني نتفارق معاه وندي ولدي معايا. بسبب هذا الشيء كريستيان حس بحال الا تآذى في الايغو ديالو بهذا الطلاق. انا كريستيان سيد الرجال اللي ما بحالي حتى واحد، تهربي عليا انا غنوريك. من بعد الطلاق ولا مهووس اكثر بالطليقه ديالو، كيتبعها فين ما مشات، وفوق ما لقى الفرصه كيخرج قدامها بحال العفريت وكيبدا يهدد فيها وكيقول لها غادي نقتلك. ويا ويل هي الا فكرت دير شي علاقه مع راجل اخر، كان ديما كيهددها وكيقول لها الا درتي شي علاقه مع شي راجل غادي نقتلك وغادي نقتلو. واخا كانت كتحاول تهرب منه وكل مره كترحل من بلاصه لبلاصه فين ما مشات كيلقاها، وكان كيعرف عليها كل شيء الصغيره والكبيره. المحقق باش سمع هذا الشيء قال غالبا ان السبب اللي خلى كريستيان يدير هذه الجريمه هو الغيره. بدا كيسولها واش تعرفتي على شي حد من مور الطلاق، قالت ليه اه فاش دازت عام على الطلاق ديالي وكاي امراه بغيت حتى انا نتعرف على شي واحد ونعاود نبني حياتي من جديد. وفعلا وغير بالتخبيه تعرفت على واحد السيد كان شعره طويل وعينيه زرق، تلاقات معاه غير بالصدفه في واحد البار، وحتى هو كان عنده شي مشاكل مع مراته، وداك السيد كان هو داريوس ياناشيفسكي. قالت لهم فاش تلاقينا انا وياه هضرنا شويه وعطيته نمرتي، غدا السيمانه تلاقينا عاوتاني انا وياه وتغدينا وصافي كل واحد مشى بحاله. ومن بعد صيفط لي ميساج وقال لي انا ومراتي صلحنا الامور بيناتنا وغنكمل معاها حيت كنبغيها. وقالت لهم من تما ما عرفت عليه شي خبار. قالت لهم من مور ما تلاقيت مع داك السيد بشي يومين جا لعندي الطليق ديالي، كان سكران وبدا كيهددني وقال لي انا عارف انك خنتيني وعارف انك خرجتي مع راجل اخر، وبدا كيهددها وكيقول ليها غادي نقتلك وغادي نقتل حتى داك السيد اللي خنتيني معاه. من بعد فاش الطليقه ديالو سمعت بالخبر ديال المقتل ديال داريوس شكات في الطليق ديالها هو الاول، مشات لعندو حتى فين خدام وسولات واش عندك شي علاقه مع هذا الشيء اللي وقع، قال ليها واش حماقيتي واش انا قتال راني غير كنهضر ما نقدرش ندير شي حاجه بحال هذيك. وقالت لهم البوليس ما جيتش لعندكم حيت حتى انا ما كانش كيصحبت لي انه يقدر يقتل شي واحد.
بولند. دابا المحقق عرف السبب اللي خلاه يقتل السيد، الغيرة، ونفس هذا السبب هو اللي قتل عليه مراته في ذاك الرواية اللي كتب. غير الفرق في الرواية قتل مراته، وفي الواقع قتل الصديق دمراته. في البلاصة مشاو عاوتاني شدو كريستيان وجابوه للمركز، ومشاو للدار ديالو اللي كان عايش فيها مع مو من مور ما طلق باش يقلبوها ياك ما يلقاو تما شي دليل. ما خرجوش بيديهم خاويين، في الباسي ديالو لقاو واحد الدوسي فيه معلومات على داريس وعلى الشركة ديالو، مع العلم انه في استجواب قال لهم انا ما كنعرفش داك السيد وما عمرني شفته. ولقاو دوسي اخر مسميه هاري، وفي داك الدوسي كانوا معلومات على شخص اخر اللي كان سميته هاري. فشوراو التصاور ديال داك هاري للطليقة ديال كريستيان وقالوا ليها واش كتعرفي هاد السيد؟ قالت لهم اه كنعرفو، كان معجب بيا وكان كيجي لعندي بزاف للخدمة. اذا كريستيان كان كيخطط باش يقتل حتى داك هاري، ولكن يمكن تراجع وصافي خوا البلاد. ومن غير هاد الشيء لقاو دليل، اهم دليل، واللي هو السروال ديال داريس اللي كان لابس في النهار اللي اختفى فيه. بدات المحاكمة ديال كريستيان فبراير 2007، وعلى طول المحاكمة نكر كل شيء وقال لهم انتم مطيحين عليا هاد البطل غير حيت كتبت رواية خيالية على القتل. ولكن واخا عيا ما يهضر، الأدلة ضده كانت قوية بزاف. أول حاجة هو التليفون ديال داريس اللي في بلاصة ما يلوحو هو مشى باعو، وهذه أكلخ حاجة يقدر يديرها المجرم. ثانيا داك الهاتف العمومي اللي صونا منه في داك النهار على داريس استخدم واحد البطاقة كتشارجا، وفاش البوليس تراكاو ديك البطاقة لقاوها مسجلة بسميتو. ثالثا الشهادة ديال مرتو اللي قالت أنه كان إنسان عنيف وكان ديما كيهددها يقتلها ويقتل حتى شي راجل اللي تعرفت عليه، وكان تعرفت على داريس غير سيمانة قبل ما يتقتل. رابعا وأهم حاجة كان كيقول أنه ما كيعرفش داريس، ولكن في البيسي ديالو لقاو دوسي فيه معلومات عليه وعلى الشركة ديالو، وعاد السروال اللي لقاو عنده في الدار. في الأخر وخا هاد الجريمة البشعة اللي دار، وخا عدب شخص بزاف عاد صفاها ليه، شخص بريء ما دار ليه والو، وخا هكاك حكموا عليه غير ب 25 عام ديال الحبس. من مور هاد القضية تشهر الكتاب ديالو لدرجة كبيرة، لدرجة كلشي كيقلب عليه باغي يشريه. العائلة ديال داريس بداو كيطالبوا القانون أنه يوقف النشر ديال داك الكتاب ويحذفو كاع من السوق، ولكن ما بغاوش حيت قالوا أن داكشي اللي دار بوحدو والكتاب بوحدو. كريستيان غيخرج من الحبس في 2032 فاش غيكون قريب الستينات من عمره، وفاش غيخرج غيلقى الكونت بونكير ديالو عامر بالفلوس. دوك الفلوس هما اللي ربح من الكتاب ديالو اللي تشهر، وغيعيش بهم مزيان حتى يموت. لحد الان باقي كينكر كلشي وكيقول انه ما دار والو، ماشي هو اللي قتل داك السيد، واخا الادله كامله كتقول انه هو مازال ناكر. كانت هذه القصه ديال اليوم، شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. ما تنساوش تدعموني بزاف الاعجاب، وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تلاو.